السلام عليكم. في شهيوات ام وليد، اليوم راح نشوفوا وصفه سهله واللي هي مان كيك. يعني الكيك نطيبوه في الميكرووند في هذا الماج. يعني هي وصفه سهله، لا مستيش باش تحلي، توجد في ثواني وفي دقيقه طيب. نبدا بالمقادير. راح نحتاجوا بيضه 3 معالق كبار فارينه، 2 معالق كبار سكر، 3 معالق كبار زيت، ملعقة كبيرة تاع كاكاو، 4 معالق كبار حليب، ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلوى. هذو هما المقادير. راح نبدأ بطريقة التحضير. إذا نكسروا البيضة، يعني الخليط نخلطه في الماج. راح نضيفه كما قلنا 2 معالق كبار سكر، اذا نزيدو لهم 4 معالق كبار حليب، 4، ثلاثة معالق كبار زيت، زوج، ثلاثة. نخلطوا هذه المقادير مع بعض. نزيدو ملعقة كبيرة تاع كاكاو، نخلطو بالعقل كما نعرفو أن الكاكاو خفيف. بهذه الطريقة تندمج عندنا كل المقادير بهذه الطريقة. إذا نضيفه كما قلنا 3 معالق كبار فارينة، هاهي الأولى. ثانية، ما يكونوش معمرين بزاف المغارف كما كتشوفي هكا، 3، وملعقة صغيرة تاع خميرة الحلوى. هذه الطريقة ماشي معمرة هي حتى هي. نخلطو هادو، تندمج كل المكونات عندك كما قلت لك. المغارف تاع الفرينه ما يكونوش معمرين بزاف، ماشي مقبلين. ها هو الكيك عندنا واجد، خلطه مليح. هذه الطريقه. إذا ندخلوا الميكرووند لمدة دقيقة حتى الدقيقة ونص، يعني كل واحدة على حساب الميكرووند تاعها، ونتلاقاو فيما بعد. إذا ها هو الماكيك تاعي طاب. أنا دالي دقيقة من الوقت، شوفوا كيفاش طلع. ها هو طاب، وطلعت الكريم شانتيي، بودرة الكريم شانتيي. درت 2 مغارف كبار بودرة الشانتيي مع نص كاس عصير داناو، راح يجي يعطيه بنة رائعة. طلعتها بالباتور، ها هي الكريمة تاعنا كيفاش ولات. إذا راح نزين بها الماكيك تاعي كما راك تشوفي. زينو بشوية نواه كوكو، أو إلا واش عندك حبيبة الشوكولا ولا فيرميسال تاع الشوكولا. ها هو الماكيك تاعنا،
اذا احنا قسمنا لكم شويه من الداخل باش تشوفوا. بسم الله وعلى بركه الله. شوفوا كيفاش يجي باش تشوفوا عن قرب. ها هو، يعني الى عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم على الوصفه، كما تقدروا تتابعوني على اليوتيوب على الفيسبوك عفوا شيوة ام وليد. والى الملتقى مع وصفه اخرى سهله وان شاء الله تكون تعجبكم باذن الله.